اشتركوا في آه نعم مشاهدين الكرام ومتابعين الأفاضل مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم تحية طيبة لكم تغطيتنا لهذا اليوم حول بدء موسم الحصاد هنا في مدينة الموصل بواقع أكثر من ستة ملايين دونم لمحصولي الحنطة والشعير سوف نسلط الضوء على بدء موسم الحصاد بالإضافة إلى ابرز معوقات الفلاحين خلال موسم الحصاد لهذا السنه فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم تحت الشعار الموصل سله خبز العراق تم والحمد لله البدء في حصاد في محافظه نينوى بعد اعلان مدير زراعه نينوى حول بدء الحصاد في محافظه نينوى والقرى التابعه لها. اليوم ونحن في موقع الحدث في ناحيه بعشيق قريه طوبزاوا تم حصاد محصول الشعير ومن المؤمل ان شاء الله بعد 10 او 15 يوم سوف يتم بدا بزراعه او عفوا بحصاد محصول الحنطه الخطه المتكامله في محافظه نيرو ما يقارب 6 مليون من الحنطه والشعير بعض منها شعير والبعض الاخر حنطه الاكثريه طبعا النسبه الكبيره هي محصول الحنطه هناك تفاوت في نسبه الانتاج الغله مثل ما شاهدنا من خلال اجراءات اجراء الكشوفات الميدانيه وذلك بسبب قله الامطار ولكن لاحظنا بان الغله تكون جيده جدا ما يقارب الطن الى اكثر من طن ونص ان شاء الله بالنسبه للشعير والحنطه خصوصا الفلاحين الذين قاموا باستخدام باستخدام الري الحديث او تقنيات الري الحديثه نعم ما الاختلاف بين الري الحديث والاعتماد على السقي والامطار يعني طبعا هناك فرق كبير لأن هناك توفير الرطوبة اللازمة عند استخدام الري الحديث أو المرشاد سواء كان ثابت أو محورية ولكن اعتمادنا في الشبه هو على الأمطار وهذه تعتمد على نسبة الأمطار التي تهبط على المنطقة حسب كل الموقع حسب كل الموقع الجغرافي أو الخط المطري لذلك هنا أهم شيء في نسبة نسبة الإنبات هو توفر الرطوبة اللازمة لعملية الإنبات والدفع دائما ما يبدأ الموسم الحصاد في نينوى في أي شهر ولماذا دائما يكون الموصل ربما متأخر عن بقية المحافظات الجنوبية بسبب هناك تفاوت بالنسبة للجنوب دائما الجنوب أو المناطق الوسطى والجنوبية يبدأ الحصاد قبل ما يقارب الشهر إلى عشرين يوم وذلك نسبة الرطوبة عندنا بعد يعني نشاهد فيه مثل ما شاهدون أكو حنطة لحد الآن اخضر ما ما وصلت الى مرحله النضوج ولكن في الجنوب حاليا تم تقريبا سوف يتم الانتهاء من عمليه حصاد هذا التفاوت نتيجه تفاوت نسبه الرطوبه بين المناطق الجنوبيه والوسطى والشماليه الموصل مشهور بزراعه الحنطه ام الشعير و يعني دائما اين يتركز الزراعه وخاصه المساحات تزرع في غرب نينوى وشمال نينوى وجنوب نينوى وخاصه في يعني من التركيز اين تكون؟ عادة يكون الانتاج افضل ما يمكن ما يكون في حالة توفر الامطار ان كانت الامطار جيدة جدا في الصحراء الغربية يعني طريقة جزيرة هذه دائما تزرع بالشعير عادة ونصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وفعلا نطبق شعار الموصل سلة خبز العراق ولكن الامطار هذه السنه تكاد تكون ضعيفه او قليله ادى الى تفاوت في نسبه الانباد، قد تكون معدومه في بعض المناطق الجنوبيه او الجزيره، ف ولكن سهل نينوى عامه يعتبر جيد جدا مقارنه بالمناطق السابقه. مشروع ري الجزيره اللي يعني تغطي ربما نصف مساحه الموصل، لماذا لم تطبق وخاصه بالتزامن مع مثلا موجود هنا في ربيع لماذا لم تطبق في سهل رأي جزيرة يعني يعتبر من انجح المشاريع لو طبق بشكل صحيح ولو احنا نطالب به كمسؤولين عن انا عن نفسي كمسؤول شعب الزراعه بعشيقه او طالب لو لو تم تطبيقه في ناحيه بعشيقه ممكن يغطي لنا ما يقارب خمسة الى عشرة ألاف دونم هذه سوف تكون انتاجيته عاليه جدا وذلك لانه لانه مصدر أي إنبات هو المياه المياه وجعلنا من الماء كل شيء حي فلو فرض وتم تطبيقه في بشكل جيد وتم تنفيذه سوف يكون له شأن كبير ونقلة نوعية في الإنتاج الزراعي سوف تكون عائديتها أيضا من الناحية الاقتصادية ومن ناحية تطبيق الأمن الغذائي وصول الأمن الغذائي نشاء عن طريق قنواتكم الكريمة نناشد رئيس الوزراء ومحافظين نينوى بتطبيق اه اه مشروع ري جزيرة في ناحية بعشيقة الذي سوف يكون مثل ما تكلمت أنه سوف يكون يؤدي نقلة حقيقية من أجل الإنتاج في كافة المحاصيل سواء كون محاصيل استراتيجية الحنطة والشعير أو محاصيل الخضراوات الصيفية والشتوية وهذا سوف يعمل يقلل العبء على الدولة من ناحية استيراد المحاصيل بالنسبة للعراق بشكل عام يعني عم المساحات المزروعه في نينوى ذكرت اكثر من 6 ملايين دونم هذه المساحات يمكن قد قل هذه السنه بسبب قله الامطار وعدم الاعتماد على الري وخاصه الري كما ذكرت لماذا لم تزود وزاره الزراعه الفلاحين بهذه الوسائل من اجل الاعتماد على المياه الجوفيه وكذلك مياه الانهار الري الحديث يحتاج الى وجود ابار او حصاد مياه او بحيرات او مجرى ماء انت ما تقدر تنفذ او تنصب منظومه سواء كانت ثابته او محوريه الا وجود مصدر ماء لذلك نلاحظ هناك تفاوت في بالنسبه للجنوب او الشمال او المناطق الوسطى بوجود المرشات عادة ما نشاهد في المناطق التي يتواجد فيها مصدر المياه وجود مرشات بشكل كبير يعني استخدامها بشكل افضل لانه المرشات هي عمليه ري تكميلي وقت الحاجه سوف يستخدمها سوف يحتاج الى توفر الرطوبه المناسبه عند الحاجه ولذلك تكون اعلى غله في حاله استخدام المرشات سواء الثابتة أو المحورية لذلك ندعو الدولة بتوفير قروض ميسرة قروض ميسرة من أجل من أجل حفر الآبار أو شراء مقتنيات المرشاد سواء المحورية أو الثابتة أو دعم دعم الفلاحين من من أجل توفيره في شركة عمل للتجهيزات الزراعية بأسعار مدعومة ومناسبة كثير من الفلاحين حاليا خصوصا في سهل نينوى قد تعرض بعد احداث داعش الارهابي الى سلب ونهب جميع مق... جميع الاليات الحديثه والقديمه هذا شكل عبء كبير جدا على الفلاح في, في قيام بشراء مقتنيات ال... ال... الري الحديث ولذلك نطلب من من الحكومه المركزيه بدعم الفلاحين على مستوى العراق كامل من اجل زياده الغله ان شاء الله نعم الشعير حاليا اللي تزرع هنا في نينوى يعني هل هناك انواع وكذلك القمح انواع يعني وكذلك هل تعتمد على نوعيه التربه والمكان من خلال زراعه القمح والشعير ام ربما يكون يعني بدون دراسه. نعم طبعا نوعيه البذور المستخدمه لها شان كبير بالنسبه لانتاج الغله. حيث قامت وزاره الزراعه بتوزيع بذور الحنطه من ضمنها اباء 99، ادنى وكثير من الاصناف الاخرى وهناك بعض الفلاحين قاموا باستخدام نوع جيهان وادنى ايضا تم شراؤه على حسابهم الخاص من اجل زياده الغله حيث لوحظ بان هناك اصناف تنتج تصل ما يقارب اثنين طن بالدونة طبعا هذا الفلاح يدور على إنتاج الغلة العالية لسد المصاريف خصوصا بعد ما شاهدنا ارتفاع أسعار السماد الذي وصل ما يقارب مليون 800 لسماد الداب واليوريا ما يقارب وصل مليون دينار هذا شكّل عبء كبير جدا على الفلاح لذلك الفلاح يسعى دائما إلى أن تكون الغلة عالية وهذا جهد جهد كبير جدا يقع على عاتق الفلاح لذلك نطلب من رئاسه الوزراء دعم الفلاحين سواء بالمبيدات والاسمده وتوفير القروض وكافه المستلزمات الزراعيه من الري الحديث دائما ما عندما نسال الفلاح يقول بان الدعم الحكومي لنا معدوم ماذا يحتاج الفلاح من الدعم لكي ينهض بواقع الزراعه في الموصل كان وفي العراق الفلاح يعني حاجته جدا بسيطة لو توفرت له مقومات الزراعة من ضمنها مصدر الماء الذي يعتبر شكل رئيسي أنه من أجل إنجاح العملية الزراعة بأي أي نوع من الإنبات ثانيا البذور البذور نوع البذور الموجودة يجب أن تكون رصينة من معروف وذات إنتاجية عالية ومقاومة للظروف الجوية المناسبة في كل منطقة بالإضافة إلى توفر المبيدات المبيدات ايضا ضروريه جدا من اجل التخلص من الادغال الموجوده اثناء الانبات بالاضافه الى مقتنيات الري الحديثه او سواء المحوريه او الثابته هذه سوف تعمل نقله حقيقيه في كافه المحاصيل وزياده انتاج الغله على كافه مستويات العراق هل هناك امراض تنتشر قبل موسم الحصاد ام بعد موسم الحصاد يعني اثناء موسم الحصاد وهل يؤثر على الانتاج طبعا شيء اكيد هناك تاثير كبير جدا وسلبي على من ناحيه وجود الادغال في اي زرع حاليا هسه حاليا احنا وجود الادغال في داخل الحقول سوف يعمل على قله الغله، لذلك يجب مكافحتها بدا من بدايه الانتاج بعمر يعني بعمر شهر او شهرين ممكن معالجه الادغال من اجل التخلص من هذه الادغال لدفع الانباد بشكل كامل ولانتاج الغله بشكل كامل، وايضا هناك ايضا حشرات الاعفان الموجوده التي تنتشر في كافه المحاصيل لو توفرت المبيدات بشكل جيد وفعال خصوصا من مصادر رصينة سوف أثر إيجابي جدا على الإنتاجية من ناحية, من ناحية الإنتاج الغلة أيضا نعم نحن حاليا في أحد القرى التابعة لناحية بعشيقة المساحة المزروعة كم المساحة المزروعة والاعتماد على ماذا تعتمدون هنا في ناحية بعشيقة في ناحية بعشيقة المساحة المزروعة حاليا ما يقارب 80 ألف دونم آه، تقريبا سبعة ألف دونم مزروع بالشعير والبعض الآخر آه، آه، مزروع بالحنطة آه، المس... حاليا نحن في قرية طوبزاوة تم حصاد ما يقارب أربعة واربعين دونم وهذا بدء بد... بدايةً بدأ عملية الحصاد وسيليها إن شاء الله بعد خمسة عشر يوم أو 20 يوم بدأ عملية حصاد الحنطة مثل ما ذكرت أنه محصول الحنطة خصوصا المروي سوف يكون له شأن كبير ما يقرب قد يتجاوز الطن ونصف بالدونم الواحد إن شاء الله تسويق المحصول إلى سايلوات أم إلى ماذا إلى العلوة أم يكون هل الحكومة سوف تستقبل المحصول هل يعني هناك دعم من هذه الناحية؟ نعم وزارة الزراعة عملت بشكل دؤوب ونشيط على توفير مواقع استلام محصول الحنطة حيث سيكون في ناحية بعشيقة موقع سايب لاستلام محصول الحنطة وإن شاء الله تم تثبيت السعر من قبل وزارة التجارة بسعر 850 ألف وأتوقع أنه هذا السعر مجدي بالنسبة للفلاح ونتأمل أيضا زيادة السعر بالنسبة للفلاحين سوف يكون دعم كبير جدا للفلاح من أجل زيادة المساحة الزراعية مستقبلا عدد المواقع السايلوات الموجود في نينوى كم تقدر وكم يعني يستوعب يعني المحاصيل هل يستوعب كل المحاصيل الموجود في نينوى ام مثلا ايضا يصدر الى محافظات حاليا في كل موقع او موقعين وجود ساحه استلام بذور الحنطه اتوقع المساحه المواقع موجوده تكفي لاستلام بذور الحنطه بشكل كامل في محافظه نينوى ان شاء الله مدى استعداداتكم لا سامح الله في حال حدوث مثلا حرائق هل لديكم تواصل مع الدفاع المدني من اجل ضمان السير العمليه الحصاد بشكل ايجابي طبعا شيء اكيد هاي نقطة ضرورية ذكرتها انه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الدفاع المدني في محافظة وايضا في ناحية بعشيقة وبالتنسيق مع الحشد قواتنا الحشد وايضا قوات الشرطة وكذلك الامن الوطني والشرطة المحلية هذه سوف تكون وايضا يعني لا الدوائر المساندة من ضمن البلدية ودائره ماء ومجاري من ناحيه توفير الاليات والحوضيات لتكون جاهزه، بالاضافه الى التنسيق مع مخاتير الموجوده في كل قريه من اجل تشكيل لجان خاصه من قبل الشباب ووضع نقاط حراسات لا سمح الله في حاله حدوث اي حريق يتم تجنبها في حاله منذ البدايه لعدم انتشار هذه الحرائق التي سوف تكون ذات سلبيه على الفلاح وعلى الاقتصاد الوطني في العراق. انا عن سؤال اخير كيف تجد حاليا المح... ال يعني من الواقع الزراعي هل سوف يعني تكفي لنينوى وبقيه المحافظات لابد يعني حاليا الدعم ضعيف صراحه نتامل انه من حكومه المحليه والمركزيه الدعم الجيد للفلاحين من اجل النهوض بالواقع الزراعي وزياده المساحه الزراعيه ومن خلالكم ايضا اطلب من جميع الفلاحين عدم التجاوز على الاراضي الزراعيه الذي هذه سوف تكون يعني مصدر رزقك للفلاح ولاولادك مستقبلا ان شاء الله نتامل نتامل ان شاء الله هناك مقومات في هذا البلد من ناحيه وجود الفلاحين ومن ناحيه القامات العلميه من ناحيه الارشاد الزراعي من احنا كمديري زراعه نينوة وشعب وشعب زراعه بعشيقه حاضرين ومستعدين نقدم كافة التسهيلات وكافة التقديمات نقدم بما هو موجود ومتوفر بالنسبة للفلاح حيث تعتبر نينوى سله خبز العراق لمساحه مزروعه تزيد عن 6 مليون دونم. أه نتحدث عن شعبه زراعه النمرود أه تبلغ المساحه الصالحه للزراعه في شعبه زراعه النمرود 174985 دونم أه منها أه مزروعه للموسم الحالي أه 81136 دونم أه بمحصول الحنطه. و2832 دونم بمحصول الشعير من المساحة المزروعة بمحصول الحنطة تبلغ أكثر من 16 ألف دونم مسقية بالواسطة بمنظومات الري بالرش توجد مساحات مزروعة ذاتيا لدى الفلاحين والمزارعين مزروعة بمحصول الحنطة دعوة من خلال قناتكم الى وزاره التجاره لاستلام حاصل الفلاحين اللي زارعين محاصيلهم بصوره ذاتيه. حقيقه الكل يعلم انه هذا الموسم ايضا كان هو موسم شحيح بالنسبه لكميات الامطار وبالتالي اعلنت كثير من الشعب الزراعيه عن تصفير مساحات الشعير فقط المساحات اللي فلاحي ومزارعي المنطقه اللي تمكنوا من سقيها لديهم مساحات محصوده بمحصول الشعير. عدا بعض المناطق الوفيره الامطار كالشيخان و وز... وتلكيف والقوش. يعني الم... الشمال الموصل سوف يكون الحصاد ح... اذا زارعين شعير ولو مناطق مضمونه الامطار اكثريه زراعتهم بالحنطه لكن محصول الشعير اتوقع راح يكون قليل في هذا الموسم. يعتمدون في زراعتهم ومذيج المناطق كلها للمنطقة مضمونه الامطار على الحنطه والمناطق الجنوبيه اكثريتها يعني حتى اذا كان اكو حاصل فحاصل متدني جدا ما يزيد عن 200 الى 300 كيلوغرام بالدونم بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله تعالى بدأ إن شاء الله موسم حصاد الشعير أولا الحنطة بعد بعد كم يوم إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله نتأمل الخير ولو كانت الأمطار شحيحة السنة قليلة بس الله سبحانه وتعالى شغل الله سبحانه وتعالى فبهالحالة هذه إحنا الفلاحين نعتبر او المزارع كلها او العراق كله يقول ان الموصل سله خبز العراق فبهالحاله هذه احنا احنا هنا واذا جزيرة اذا الجزيره اجت التراب يصير حنطه بس سبحان الله تعالى اشو ويا التضاريس ويا الدنيا الجو تغير اه شغله صارت غير شكل فهم الحمد لله والشكر بهالحالة احنا كفلاحين اللي عنده حاصدة اللي عنده ساحبة احنا ما عندنا ماكو دعم لابو الحاصدة زين هسه الحين راح بدا الحصاد غاز وين اكو غاز ماكو غاز اللي مثلا حاصدته جديدة سنوية جديدة ينطونا غاز زين اللي حاصدة قديمة ويحصد وعمره وكملها ماكو غاز بهالحالة اذا يشتري غاز زين بالحاله ليش ما انطي غاز؟ لو ابو السنوية عنده السنوية عنده حاصده تشتغل ومسجله بزراعه ماكو غاز ثاني قطع غيار ماكو على تجي على الحاصده تجي على البوربرينج شنق قبل بكذا مبلغ تجي هسه عليه يقول دولار صعد ما ادري شلون فصار قاط قاطين زين الفلاح منين يجيب؟ العام ماكو او العام ماكو والسنه هم الدم ضعيف من شحة الامطار السقي الزين ولكن بالحاله هذه الريد من الدوله أن تدعم الفلاح أن تقدم له قطع غيار تقدم له غاز من اذا عنده الفلاح غاز وتقدم له اليات بذور وسماد في الحاله الفلاح يوقف على رجيقه يشتغل شو كنت تنطينا مثلا البذور البذور طالع الزرع طالع ومغطي نفسه و... ويلا ينطينا بذور زين تري تشتري بذور بذور غالي مليون واكثر وازيد طن الشعير هذا الاسود توصل 900 والمليون أزيد. زين الفلاح منين يجي؟ هاي ثالث سنه ماكو قام يشتري بالدين بالاجل وعلى يت... ما يتامل مع الله سبحانه وتعالى انه الموسم يجاوب وياه حتى يبيع المحصول حتى يقدر يوفي ال... الدين اللي عليه. احنا هنا دعم ماكو من الدولة. دعم ماكو يعني. وتجي مثلا حتى تجي على الثروة الحانية تابع للزراعة هذه. أيضا همنا ماله وكل شيء لا أعلاف لا مثلا نخالة خفيفة دانقول. الحلال راح ينقرض بهالحالة هذه. يعني من الدولة انه تدعم الفلاح حتى الفلاح يقوم يشتغل يقوم يكود يقوم يتعب الفلاح ب... بهالحر هذا بهالعرق هذا بالشتاء هذا بهالبرد هذا يشتغل لأنه نهار هو وعائلته في سبيل ان يوفر ها لقمه العيش لان ما له لا حول ولا قوه ما عنده راتب زين بهالسنين هاي الثلاثه الدوله تنظر للفلاح نظرة أبوية أخوية أن الفلاح بالحالة هذه تعب وما ظل عنده أدعم الفلاح عوض الفلاح عوضه قبل كان يتعوض الفلاح هسه عوض الفلاح ما عنده الفلاح حتى يقف على رجليه إذا الفلاح ما عنده منين ما عنده مان يهاجر مو ما يقدر ما عنده منين يجيب فريد من الله سبحانه وتعالى من الدولة أكو تنظر لنا نظرة أبوية أه شوف هل هل هالناس هذه هالطبقه المسحوقه تقريبا أنهم لا حول ولا قوه الا ماكو من الشغل الله سبحانه وتعالى قبل سنين كلها تجاوب وتجي والفلاح يقدر يشتغل يكد ويتعب ويقدر يسدد اللي عليه هسه عين هاي ثالث سنه ثالث سنه ماكو كن المرشه تشتغل الغاز غالي الكهرباء غالي اشترى الحب غالي الشعير غالي كل شيء غلى واحنا نتامل من الدوله ان شاء الله انه تظهر لنا نظره يعني عفوية أخوية أبوية حتى الفلاح المزارع ايه ينظر للدولة بنظرة أبوية حتى يشوف أنه أنه هذا الفلاح التعبان المقرود يقدر يشتغل يقف على رجليه يقدر يسدد الدين اللي عليه احنا بالحالة هذه هاي ثالث سنة والله كريم والحمد لله على كل حال آه نعم مشاهدينا الكرام عدنا اليكم تغطيتنا مستمره حول بدء موسم الحصاد في مدينه الموصل آه معنا الان احد الفلاحين سوف يتحدث لنا ايضا عن آه بدء الموسم هنا في مدينه الموصل ويطلعنا ايضا على نوع البذور اللي يستفادون او يقومون بزراعته وطبيعه التربه بالاضافه الى الاسمده وكذلك ابرز معاناتهم و ما يتعرضون إليه من خلال الموسم الحصاد سواء كانت قبل الموسم وكذلك أثناء الموسم وكذلك أيضا في خلال موسم الحصاد والتسويق آه نعم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه نعم احكينا آه عن بدء اليوم هنا في مدينه الموصل موسم الحصاد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله بدا حمله الحصاد في سهل وفي ناحيه بحشيقه والحمد لله فضل من الله الشعير الحصاد جيد جدا والانتاج عالي فضل من الله يعني هذا شعير آه اسود آه نوع جزيره واحد انتاج عالي. وانصح الجميع الفلاحين والمزارعين أن يستخدمون هذا البذور لان بذور انتاج جيد جدا عالي هذا الشعير يعتمد على السقي اكثر شيء اكثر من يعني المناطق الديميه يعتمد على الارواء يعني كان سقي او كان مرشات يعني ليش انتم يعني ما اختاريتوا هاي النوع من الجزيره واحده او نعم من جزيره هذا ثاني سنه نحن نزرع هذا العام كان الانتاج ماله اقل من هالسنه هالسنه ركزنا على تركيز شوي اكثر فقام صعد عندنا الانتاج وهم يعني ان شاء الله عندنا برنامج راح نطبقه راح يرتفع عندنا الانتاج هسه حاليا وصل عندنا تقريبا 1000 كيلو بالدونم وعبر 1000 كيلو بالدونم ان شاء الله اذا اذا طبقنا برنامج زراعي كامل خلينا له كميات كافيه يعني من من الداب ومن اليوريا ان شاء الله يصعد عندنا الانتاج بعد اكثر تعتمد على نوع السقي وكذلك نعم، نعم، المواد الكيميائيه نعم، وكذلك نعم، المبيدات. هو نحن في سهل نينوى ومشهوره بالزراعه يعني سهل نينوى وارض سهل ومشهوره بالزراعه ونحن نعم. ناس مزارعين فلاحين أبا عن جد معتمدين على الزراعه اكثر شيء والثروه الحيوانيه تقريبا الثروه الحيوانيه يعني يعني ما قلت عندنا يعني 25% ما ظلت يعني ثروحي. بس الحمد لله زراعه يعني احنا معتمدين على الزراعه بس احنا بسهل نينوى واكثر شيء نعتمد على الابارات الجوفيه المياه الجوفيه هاي الارض سقيناها عن شو اسمه عن طريق البير جوفي يعني معتمدكم حاليا تحول من الامطار على المياه نعم نعم على المياه الجوفيه لان احنا بسهلنا وما عدنا انهر ما عدا الخازر عندنا نهر الخازر بعيد علينا نحن من ناحيه بحشيقه ما عدنا نهر نهائيا نعتمد على المياه الجوفيه حتى المساحات اللي يعني اللي تزرعوه ايش قد يعني دونم والله هو كل بير يعني تقدر حسب حسب كميه المي اللي موجوده عندنا كل بير من 50 الى 60 دونم 40 دونم حسب المساحه اللي انت عندك مثلا تملكه مثلا تقدر تستغله يعني واحنا نزرع هذا الارض نزرع موسم يعني نزرعه نزرعه بطاطا شتويه ونزرعه بعد ما نقلع البطاطا يعني اعتبارا من 15 12 20 12 نخلص من الموسم البطاطا نقوم نفس القاع الارض نستغله عن طريق او حنطه او الشعير يعني نفس القاع تستغلو. نفس الارض احنا لان اشنو عدة بير عليها فنحن يعني لازم نستغل القاع ما نخليها فراغ يعني يظل نزرع البطاطا في واحد ثمانية فالحصاد ماله يصير تقريبا من 15 12 الى ينتهي الى واحد واحد فنقوم نفس الارض نهيئ ونكمل ونزرع به او حنطه او الشعير فهذا حاليا يعني جنينا الحصاد ماله التربه ما على التربيل. لا لا التربه لا نحن نجيب اكثر شيء حال البطاطا نستخدم شو اسمه السماد الحيواني نعم. اما الحنطه والشعير نستخدم السماد شو اسمه الداب او اليوريا والمنشطات عندنا عندنا شو اسمه محلات زراعيه عندنا ناس يعني يتعاونون ويانا بالارشاد وشغلات ونشكر استاذ شاكر مدير شعبة زراعه بحشيقه والتعاون ويانا يعني مستمر دائما يتابعنا يعني كل بين فتره وفتره مرحله الى مرحله يتابعنا ويجي يشوف شو اسمه المحاصيل مالنا معاناتكم انتم كفلاحين وخاصه يعني الزراعه تحتاج الى دعم سواء كانت مبيدات نعم. وكذلك غاز اويل وكذلك خاصة نعم. اذا كان هناك استخدام التقنيات الحديثه نعم والله الزراعه اصبحت مكلفه جدا نعم. الزراعة أصبحت مكلفة وبنفس الوقت تقريباً انقطع الدعم من الدولة لأن هسه أنا حالياً بدأت الحصاد هذا ثاني يوم نهائيا ماكو اثر ينطيني محروقات ولا احد بال محروقات الدوله ولا كانما بدات الحصاد انا اليوم محتاج الى مثلا الزيت الغاز فاني من اخلص هذاك الوقت ينطيني الزيت الغاز انا شو اسوي لازم اقوم ابيعه هسه انا اروح اشتري من السوق التجاري باشر بعد باشر مثلا بعد يومين ثلاثه راح يبدي حمله الحصاد يعني يبدي يعني إيه بالمنطقه بالمئات الحاصدات راح يشتغل فراح يصير عندك استهلاك بهذه المحروقات فالسوق ال... حتى سوق التجاري راح يصعد عند سعر المنتوجات سيت الغاز اما السويل والدهن وشغلات هذا راح يرتفع السعر هذا فنطلب نطلب من الدوله انه ينطينا المستحقات الفلاحين في وقت محدد يعني ينطينا هو هسه لازم هو في واحد خمسه نحن في سنه ومجهزين مجهزين بكل هذه التجهيزات ماكو اما البذور نفس الشيء يعبر الوقت يلا ينطينا هو زراعه برنامج زراعي يعني انت عندك اذا ما طبقت برنامج الزراعي تفشل يعني حتى اذا ما تفشل ما تنجح يعني ما تنجح فنطلب من الدوله انه ينطينا اي شيء يكون مستحقاته الفلاح ينطينا وفي وقت محدد يعني، اذا ما جاك بوقت في وقت محدد لا لا ما, ما ننجح ولا نقدر ننتج ولا نقدر نطور نفسنا نهائي. هل الزراعه حاليا ضمن الخطه الزراعيه؟ انتم يعني الارض نعم. ضمن الخطه الزراعيه نعم نعم حتى عند... الدوله يدعمكم؟ نعم عندنا خطه زراعيه حسب الخطه الزراعيه بموجب السندات، عندنا خطه زراعيه مرويه، عندنا خطه زراعيه ديميه، الخطه الزراعيه الديميه تركوها بس هسه حاليا التركيز على خطه زراعيه المرويه. في زراعة بحشيقة وفي كل محافظة نينوى هل هناك مثلا يعتمدون على كمية الأراضي اللي كي يعني م... نعم احنا حسب الضوابط انت عندنا السندات نقدم السندات من شهر الثامن نقدم السندات نقدم على خطه زراعيه حسب الضوابط اللي مطلوب من عندنا فالمساحات المرويه نسجلها مساحات مرويه اما المساحات الديميه نسجلها مساحات ديميه، مساحات الديميه نهائيا ماكو اي شيء من الدوله ولا واحد بالمليون اما المساحات المرويه تقريبا 10% بس المحروقات والاسمده، وهذه الاسمده هم ينطوها في وقت مناسب ما ينطوا فاحنا نترجى من نرجو من مديرة زراعة نينوى وزراعة وزارة الزراعة انه يدعمونا شوية دعم مرشات حتى نطور نفسنا شوية، يعني ساعدنا حاليا في هاي المنطقة في سهل نينوى وفي ناحية بحشيقة يعني 75% من اراضي الديمية ما راح ينحصد يعني تقريبا فشلت هاي من قلة الامطار وقلة الرطوبة، اما 25% راح، اذا اكو دعم من دولة انا مثلا زراعة هسه مثلا زراعة 70 دولار اروائي اقدر اسويها 150 مثلا فهذا راح يصير عندك اكتفاء ذاتي يعني بالمحصول او حنطه او الشعير العلفي او اي اي شي شيء من كان المحصول وين تسوقه للسايلوات نعم نعم المحصول اذا سايلو استلم من عندنا راح نوديه على السايلو واذا ما استلم من عندنا راح نبيعه على الاسواق المحليه التاخير في صرف المفتاح التاخير هو العام قا... السنه الماضيه قال يعني اعلان وزاره الزراعه قال خلال 48 ساعه احنا ما شفنا المبالغ مال الحنطه يمكن اكثر من شهرين وبنفس الوقت الفلاح متخوف من 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 اللي يعني ما يقدر يسوق فلاح حاليا يعني مطلوب يعني انا على هذا زرع مطلوب اريد احصد اوفي ديوني الدوله يعني خلقه طويل يعني يروح ما يعقول الفلاح مثلا جنى حصاد ويريد مثلا ياكل مثلا يريد يصرف او يسد ديونه يسد حاجاته مثلا لا انت سوقت في ببيتك والله كريم يعني يقول لك 48 ساعة ويقول لك 72 ساعة ماكو ما هذا الشيء نهائيا ماكو شيء نهاية ما أما هسه نتأمل خير إن شاء الله بلكي يعني يكون على كلامهم ينطونا 48 ساعة 72 ساعة بلكي يوفون المستحقات ايش قد زرعت أنت حاليا هسه؟ والله حاليا زرعت في قاطع بحشيقة زارع تقريبا 84 85 دونم سقي رواية عندي عندي في حمداني هم تقريبا حوالي 75 80 دونم عندي رواية على بير توازي ومزارع بطاطا اني في نفس الوقت عندي حوالي 90 دونم بطاطا ومستمر بالزراعة نعم مستمرين إن شاء الله وسنة بسنة إحنا نطور نفسنا وإن شاء الله يعني مستمرين بالزراعة حتى لو ماكو دعم من الدولة بس إحنا نطلب من الدولة إنه يدعمنا يعني نطلب من الدولة يعني عدة مرات ويصير مؤتمرات زراعية ندوات يصير نقول يا بابا نريد دعم من الدولة شوية على الأقل يعني شوية على الأقل يدعمنا الدولة لأن أصبحت زراعة مكلفة علينا، يعني طن السماد الداب في وقت الزراعة يصل إلى مليون 800 مليون 900 ألف دينار، مليون 900 ألف دينار مكلفة على الفلاح ما يقدر يجمعه بسهولة يعني ما يجمع عند الفلاح بسهولة، هسه حاليا إذا شعير في أبيعه براني يبيعه بالسوق التجاري 500 ألف بطن مثلا بعته، أربع طن يبيع الله وفي حق طن سماد بالحالة حز... راح يكون خسارة حتى اذا ما يكون خساره ما راح تستفاد احنا نريد يكون دعم الانتاج شو اسمه المنتوج المحلي يعني شويه يدعمونه حتى الفلاح الفلاح من خز... اكو كثير ناس فلاحين مزارعين بطلوا يعني بطلوا من الزراعه يعني سنه سنتين ثلاثه تكرروا زرع وزرع, وزرع وزرع وفشل ما ما وفوا وظل مديون وباع الاليات ماله باع المعدات ماله فبطل كثير ناس التجوا الى غير شغلات يعني اكو غير مشاريع وغير شغلات فهو زراعه نفط دائما احنا نرجو من جميع الاخوان الفلاحين انه لا يبطنوا هاي الشغله احنا سهلنا وا. نعم قسم الأراضي الزراعية هذا يعني أكبر خطر هذا يعني الدولة يسمح إنه اكو كثير أراضي زراعية قطعوها سووها سكنية يعني جريمة هذا أرض زراعية خاصة بعدنا خاصة في سهل نينوى ونحن يعني محتاجين هذا الأرض هذا ونحن أرضنا ما شاء الله يعني أش تزرع يصير عندنا يعني في سهل نينوى أزرع بطاطا تنجح أزرع بصل كريستال تنجح أزرع حنطة شعير بس شوية يكون اكو دعم تركيز على الزراعة الحمد لله فضل من الله كله ينجح وانا الحمد لله جربت كل التجارب كله نجح عندي الحمد لله العام زرعت بصل نجح عندي وهسه انا زارع بطاطا وانا صار رابع سنه ازرع بطاطا الحمد لله وانتاج جيد جدا ان شاء الله عندي نعم مشاهدينا الكرام كما استمعتم الى احد الفلاحين والمزارعين ايضا وضعنا في تفاصيل حول اليه الزراعه بالاضافه الى ابرز المعوقات التي تعرقل عملهم وكذلك عدم دعم الحكومي لهم ها قد وصلنا واياكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم نستودعكم والى اللقاء